احنا اصدقائنا الاعزاء احنا بساحة الجمهورية في يريفان، وهنا الاخ دا يسوي لنا التريب معانا شباب من دبي من الامارات العربية، وهنا الاخ الثاني دا ينهزم من الكاميرا ما يريد يبين، فنشوف شلون العملية. خموري أصدقاء أها العجينة خلاها على الهيتر طبخ لنا يا خبزها، وخيل عليه النوتيلا العملية الأخرى خيل عليه النوتيلا العملية اللي بعدها يلفها، والعملية الأخيرة الأكل. يلا اتفضلوا ويانا اللي دي يتابعون أخوان. هاي المرحلة الأخيرة. برافو.